ساعات فقط تفصلنا عن التئام أحدث جولة من المشاورات بين طرفي الحرب في اليمن، السلطة الشرعية والمتمردين الحوثيين. مصدر بمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث كشف في تصريحات صحفية عن أن المشاورات ستتناول على مدى 3 أيام 3 ملفات ستبحث في جانب منها موضوعات تتعلق بالأسرى والمعتقلين والممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب، بالإضافة إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي. المصدر ذاته أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما سيلقي مارتن جريفيث كلمة أيضا. تتفاوت التوقعات بشأن إمكانية نجاح هذه الجولة من المشاورات بين متفائل ومتشائم، مع ميل واضح نحو التشاؤم الذي يعكسه السقف المنخفض للتوقعات المتفائلة لدى الغالبية العظمى من اليمنيين. الشعب يعني قد انهار، والمسألة يعني أصبحت يعني لازمة أن يتفقوا، والمثل العربي بيقول إذا عز أخوك فهن. المفاوضات الجديدة أن تخرج إلى حل سلمي بدون أي عراق. الحوار فاشل فاشل فاشل. كيف حوار والطائرات فوق روسنا؟ كيف حوار وهم كل ساعة يستوردوا أسلحة لقتل الشعب اليمني؟ يعني الحوار فاشل. أسباب الحوار أنه فاشل أن الطائرات فوق روسنا، الغلاء، الدولار بيرتفع، السعودي بيرتفع، العمرات كلها ترتفع والشعب جاوع. بين صنعاء وعدن ثمة مسافة جغرافية، لكنهما يتقاسمان الملمح البائس ذاته الذي يعكس واقع الحال ومعيشة الناس، إلى جانب أن المدينتين يصدران عن إحساس مشترك بواقع المعاناة الناجمة عن الحرب في ظل الانهيار المتسارع للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. الجديد في أجواء هذه المشاورات أنها تأتي على واقع أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل واحتجاجات شعبية تختلط فيها الأوراق، خصوصا بعد أن أطلقت بعض المظاهرات شعارات منددة بالتحالف العربي ومطالبة برحيله في مناطق يفترض أنها تخضع للتأثير الكامل للإمارات، ويتم توجيهها من أداتها الرئيسية في هذه المناطق المجلس الانتقالي. تشكل وفد الجانبين وتمت تسمية أعضائهما، ولم تكن هناك مفاجآت على مستوى التمثيل، لكن هل هذه الجولة من المشاورات غير المباشرة سوف تنجح في تحقيق تقدم مفاجئ يقود إلى مفاوضات حاسمة كما وعد المبعوث الأممي؟